اهلا وسهلا بحضرتك، ده نورك. وطالما بتكلم على السنين الاخيره اللي انا قربت فيها منها وكنت محظوظه جدا ان انا قربت منها وبيننا حوارات، طبعا كنت دايما اكلمك اقول لك انا جايه او انت تخليها تكلمني في التليفون. فاكره في فعلا الايام فعلا الاخيره حصل. وسجلت لي رساله برضو ما بمسحهاش ابدا من عندي، ما كنتش فاهمه هي بتقول ايه لانها كانت في العنايه المركزه قبل رحيلها متهيألي بيوم او بيومين. فعلا فعلا لكن هي كانت شخص رائع جدا، كانت حاجة انتي حاجة مهمة بالنسبة لها وهي كمان حاجة مهمة بالنسبة لك. احكي شوفي لنا بقى ايه الحاجات اللي انتي فاكراها في سنينها الأخيرة دي. شوفي حضرتك، انا علاقتي ابتدت بيها علاقه جميله جدا، كانت هي بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. فمن بعد ما اديتها الحقنه وابتدت علاقتنا بقت جميله، فضلنا كده حلوين لحد حتى يعني كانت انا فاكره كانت تقول لي انا بعت رضا البنك تحط لي كذا، انا بعت رضا تعمل لي ورد حقيقي. مش عارفه مين في الجنازات واعياد شوفي، الميلاد وكل بمناسبة الورد الحاجات. ده في مشكلة كبيرة جدا. احنا لما كان بيجي ورد هي بتفرح جدا وانا بتضايق جدا. اول ما يجي ورد يا نهار ابيض، انا افضل بقى اكلم نفسي، انا من عادتي اكلم نفسي عشان ما بحبش اضايقها، بحبها قوي فما بحبش اضايقها. اول ما يجي الورد هي تفرح، بتحب الورد جدا، فالورد بيبقى بوكيه المفروض نحطه في فازة، هي لا، الابيض ليه فازه معينه هي وده ليه كانت فازه معينه، وتحسس على الورد وتقول لي انت ما عندكيش الاحساس الرائع ده، لا هي تفضل كانت جميلة. تكلم انت عارفة الورد من احلى الورود اللي انا يعني. شفتها عندها جاية لها كانت من هند صبري، لا دي كانت هند، بعتلها ورد انا ما يا انساهوش يعني. خبر، مدام هند صبري دي حاجه كده رقي الاخلاق وجميله وانسانه وبتسال زي حضرتك كده، عارفه الايد الناعمه اللي بتسال من غير ما تستنى شو يعني. عارفه حضرتك، هي الله يرحمها ماتت دلوقتي، هي مش سامعانا ومش شايفانا. الناس اللي بتكمل التواصل دي الحب الحقيقي، لكن الناس اللي كانت بتهتم بالشو ساعه وجودها دي خلاص بقى عارفه زي ايه، تساقطت الاوراق يعني، خلاص الله الله يمسيهم بالخير. فحضرتك دايما كنت تسالي، دايما تيجي طب هي محتاجه حاجه، طب هي عايزه حاجه، طب مودها عامل ايه، طب نعمل عيد ميلاد، وما كانتش بتقول لا يعني. افتكر كذا مره قامت بالهدوم العاديه يعني، ما وكانت عملتش، ما قالتش هي ان دايما حضرتك كانت جايه تقعد معايا باللبس بعادي العادي. يعني، تقول لي لا دي بنتي انا بقيت بحبها يعني، هي جايه لي في الاخر بس انا بقيت بحبها كاني اعرفها من زمان. هي كانت بتتابع، لكن ايه العلاقه الحلوه اللي بقت في الاخر القويه بينك وما بينها دي بقت حلوه قوي يعني. مش ناس كتيره، هي اصحابها كتير جدا، لكن الناس القويين جدا اللي ارتبطت بيهم في الاخر دي كانت حاجه حلوه من ضمنهم حضرتك بامانه والله يعني. كان لما تمشي نقعد نتكلم وننم، فكانت تقول لي كلام حلو قوي، البنت دي انا بحبها، انا بخاف عليها من فلانه، بخاف عليها من، فكانت يعني الله يرحمها بتحبك جدا بامانه يعني. وانا كمان ومين ما يحبهاش يعني، ربنا ست يسعد جميله. قلبك يا رب. ايه اكتر الحاجات اللي ما تنساهاش ليها في السنين الاخيره؟ انا مش هنسى نصايحها، الست دي كانت بتحب الوقت جدا، ما بتحبش النصايح، تقول لك النصيحه دي ارخص حاجه اديها للبني ادم. تحب الانسان يهتم بنفسه، تحب ما تحبش الاستهتار بالوقت. كانت جميله في كل مشاعرها، في كل يعني، تدي الانسان كل حاجه حلوه يعني. يعني حضرتك عارفه يوم تنصيب الرئيس في قصر الاتحاديه خدتني معاها وانا خايفه جدا، عالم كبير انا هروح الحته دي ازاي، ما حسستنيش اني اقل من اي حد يعني، كانت مشياني جنبها حتى لما ركبنا، انت يا حبيبتي ما تخافيش، انت قلقانه كده ليه يعني. دايما بتدي الانسان يعني هي اللي كانت معاها حريصة في قدره. عز التعب ده انها تنزل وتروح حاجات كتير لا عملت فيها هي كده، نزلت في حاجات معينه، بصي بتعبانه لو على الويل شير تنزل، تنزل لازم ده واجب وطني لازم لا يتعمل. هي كانت ست صاحبة لا واجب جدا وصاحبة جدا. فضل. لما جت لها بقى سيدة انتصار السيسي المستشفى، هي العظيمة، قعدت كل حكت سنة لي وحضرتها قصص، طيبة يا رب وسيادة قعدت الرئيس حكت لي والسنة قصص سعيدة يا على رب. هذا اللقاء. بس انت احكي لي بقى هي قالت لك ايه على او وجودنا ايه اللي حصل، انت كنت موجودة ساعة طبعا لما السيدة ما انتصار فيش جت؟ أي حاجة تقدر تتم من غيري. طبعا طبعا، ما انا قلت انت رئيسة مجلس إدارة الحياة. والله ده كان يوم جميل جدا. اليوم ده كان يوم غريب شوية. ربنا يسعدها مدام انتصار يعني حبت تعملها لها مفاجأة، وفعلا كانت مفاجأة جميلة جدا.
اليوم دوت حضرتك عشان شايفه اعياد الميلاد، فبيبقى عندنا لسته كبيره جدا، هنودي ورد هنا وهنا وهنا، وكان بتهتم ان انا اودي بايدي، يعني اروح انقي بايدي من محل كذا ومن مكان كذا من مكان كذا دوت. يعني ربنا يساعدها مدام انتصار عملتها لها مفاجاه، فجت فانا طبعا خلاص ابواب المستشفى كلها اتقفلت، فانا معايا نمره القائد المنوب والناس الجميله اللي ربنا يسعدهم بنشكرهم جدا، فاتكلمت فسمحوا لي ادخل، فدخلت المستشفى برضو مش عارفه اوصل لها، فبعد كده طب التليفونات ممنوعه عايزه اوصل لها. المهم في الاخر ايه، عرفت ان انا عايزه ادخل وان انا وصلت، راحت مدخلاني حبيبتي كده قدام ده، انا واقفه قدام رئيسه الجمهوريه يعني انا خايفه ومرعوبه كده تسيبيني قدام حرم كده رئيس الجمهوريه. حرم رئيس الجمهوريه، فكده تسيبيني في موقف زي ده؟ قلت لها انا ما اعرفش، هم اللي عملوا المفاجاه مش انا. فكانت مفاجآت حلوه وكانوا بيحبوها، كانوا بيعاملوها والله رغم ان هي كبيره جدا في السن، بس كانوا بيلعبوها كده ويعملوا لها حاجات حلوه وبلالين هي كانت في قمه اللياقة والذاكرة لا حتى ما آخر شاء الله لحظة يعني. لغاية آخر دقيقة. لا فالحمد يمكن لله. حضرتك يوم الوفاة ده يوم يعني حضرتك ما غابتش، هي غابت عن الوعي لكن ما غابتش عن الذاكرة، يعني فقدت الوعي في آخر كام يوم لكن يعني ما فقدتش يعني اللي هي زهايمر، لا 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 لا، كانت فاكرة. كان لآخر دقيقة دي هي يعني من عظمتها. عرفتني بدكتورة حكمة أبو زيد، دي كانت في مستشفى الأنجلو، فمع احترامي لاي حد انا عايزه حد زي حضرتك كده ناس مشهوره اعرف، قالت لي دي دكتوره حكمه ابو زيد دي اول وزيره، وتقعد بقى تفهمني حاجات انا مش عايزه اعرفها، انا كلميني على حاجه اعرفها. ايوه هي صديقتها كانت جدا الوزيره حكمة جدا ابو زيد. جدا. فالمهم راحت قالت لي يا رضا انا ما بهزرش، يعني بصي لما تلاقيني بقلب الموضوع يا رضا انا ما بهزرش وعايزه اروح لها، اقول لها انت بتحبيها بس انا بحبك، انا خايفه عليكي مستشفى الانجلو، انا خايفه انت تطلعي ازاي وهتتعبي. اصرت اليوم ده تروح لدكتور الله يرحمها حكمة أبو زيد. دكتوره حكمه ابو زيد، وطلعنا الاوضه والله العظيم زي ما بحكي لك، دخلت الاوضه وقفنا، هي ليها طقوس كده معينه، تبص على المكان ايه اللي يناسب المكان ايه اللي يناسب الانسان اللي نايم دوت. روحنا البيت، هي بتحب الكريز، جيب لها كمبوت، جيب لها نجيب بقسماط بقى علشان ما ناخدش مكان، علبه المناديل تكون صغيره عشان الاوضه صغيره، نعمل كذا. ومهتمة بكل التفاصيل جدا وبتجيب على جدا الحاجه المناسبه للشخص، مش بتجيب وخلاص، يعني تشوفي حضرتك ايه اللي المفروض يتجاب، مش انت محتاج يعني ايه الاحتياج للحاجه. طب زيارتها للدكتورة حكمة أبو زيد برضه بتكشف جانب مهم في شخصيتها. لما زارها الرئيس الفلسطيني، وهي لها مواقف كتيرة جدا لفلسطين وعملت حاجات كتير لفلسطين طبعا ولبنان طبعا ولكل العرب الحقيقة، انت كنت موجودة برضو ساعة زيارة الرئيس الفلسطيني؟ طبعا. طبعا. احكي لنا طب الزيارة دي. والله اليوم ده كان يوم جميل جدا، كان الرئيس ابو مازن يعني كان الناس قالوا ان هو هيجي وحضرنا المكان، وجي اهداها نجمه القدس واهداها شهاده تقدير وقال لها على مشوارها، وهي كانت بتمتن جدا 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 لربنا يرحمه ياسر عرفات، قعدت تحكي لي حكاوي جامده جدا جدا عليه لانها كانت بتحبه على المستوى الشخصي، وجه وقدم التكريم دوت، وكان لقاء جميل جدا بعد ما بقاش في ناس قاعد يكلمها على حاجات جميله، وقالت له ان شاء الله في انتصار، ان شاء الله البلد دي هتبقى حره، فكان يعني لقاء جميل. عشان هي جميلة فلازم كل حاجة ربنا جميلة. يسعدك.